ازيك يا مدام داليا؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا انت شفتي هنا وشفتيها معايا في كل الاوض والتحديات، عملت ايه؟ عايزه اعرف بقى وتحكي لي هي قالت لك ايه عننا؟ هي مبسوطه جدا. ايوه. ويعني كانت بتحكي لي اكتر حاجه شدتها قوي موضوع الجردل اللي كان هيتدلق عليها. اكتر اوضه خوفتها كانت ايه؟ متهيألي مفيش حاجه انا بتخاف منها قوي غير الضلمه بس، يعني لكن مفيش ولا يعني. طب كل يعني كل الحاجات بالنسبه لها عندنا كانت لطيفه. اه لطيفه. مفيش حاجه قلقت؟ لا بتطلع مبسوطه على طول. طب انت احكي لي عن هنا بقى في البيت، عشان هي حكت لي عنكم حاجات كتيره وانا عايزه اعرف بقى منك. عايزه الحاجات الحلوه ولا الحاجات التانيه؟ بصي هنا بنوتي الكبيره هي عندها كده كاريزما وليها شخصيه فمش سهل ان انت تقدري تسيطري عليها. هي عايزه تمشي اللي في دماغها هي ايا كان، وفي نفس الوقت تحسسك ان هي مطيعه. يا نادي عليها. ايوه يا ماما. ايوه يا مامي انا جايه اهو حالا حالا اهو انا جايه. ممكن انا جايه دي تقعد نص ساعه مثلا. ايوه. طب هي طالعه لك ولا طالعه لباباها؟ طالعه لخالتها. بجد؟ اه يعني حد تالت خالص. طالعه لهدير اختي. اه هي ليدي قوي فهي طالعه لها. طب قولي لي ايه اكتر حاجه بتضايقك في هنا؟ بتعذبك بقى فيه؟ لما بنادي عليها ونعم يا ماما وهي مكانها او حاضر انا جايه وما تجيش. بارده يعني. انا بقول الكلمه دي بس اخواتي بيزعلوا لما بقولها. بتدوري على ايه؟ سيبر اللي هو الشبشب. اه بتدوري على سليبر، فانت على ما تدوري عليه بتروحي لها؟ وبيبقى راح فين؟ بلاقيه وراح لحظه يعني. في الاخر بتلاقيه. المهم يعني هتيجي في الاخر. طيب عموما انتوا موجودين معانا هنا دلوقتي في غرفه الاهل، وفي مجموعه تحديات هتدخلوها انتوا الاثنين، تفتكروا مين فيكم اللي هيكسب مين؟ انا عايزه اكسبها طبعا علشان يعني ما تقعدش تذلني في البيت. اهو. وانتي انا عايزه ايه؟ عايزه اكسبها. عايزه تكسبيها؟ أوه. طيب خلاص. احنا الاثنين ناخد هديتين ونمشي بيهم بعيدا عن الهدايا. مفيش هديتين، حد واحد فيكم بس هو اللي هياخد الهديه اللي هو هيكسب. خلاص؟ وعشان كده عايزه المنافسه تكون مشتعله ما بينكم. هتبقى مشتعله. مستعدين؟ اول تحدي معانا هو تحدي الصور. هوريكي مجموعه صور وانت تحاولي تشرحي اللي موجود فيها لهنا، وهي تحاول تخمن ايه اللي موجود في الصوره، عشان عايزه اعرف هل هنا بتفهمك من نظره عين ولا هتغلبونا انتوا الاثنين. اوكي. اوكي يلا بينا. اشرح بكلام ولا بالكلام؟ اه. اوكي ادي اول صوره. يلا. حاجه انت نفسك تبقى عندك في البيت تربيها في البيت. أوه. بيطلع على الشجره. ايه بقى ايه اللي بيطلع؟ الليمون ولا الزيتون ولا ايه اللي بيطلع على الشجره تفتكري؟ المونكي. والايه؟ مونكي. المونكي. اجابه صحيحه واول نقطه خدتها معانا هنا. يلا نشوف الصوره الثانيه. اه اوكي. كرتون بتحبيه قوي. آه. اتنين مع بعض بيقعدوا يجروا مع ورا بعض ويعملوا حاجات. تنة ورنة ولا مين ولا ميكي وميني ولا مين ولا بطوط وقطقوط ولا سفروت وعفروت ولا عكروت وحنتوت ولا مين؟ في كرتون كتير فيهم اتنين بيعملوا مقالب في بعض كده مع بعض. واحد صغير وواحد كبير. ابراهيم نصر ولا مين؟ مش عارفه الفيلم. مين؟ مش عارفه الفيلم ده. ازاي؟ ازاي ده مشهور جدا؟ حاولي هتخسري. عندنا وقت يا هنا. يلا بسرعه بسرعه الوقت هيخلص. ها ها ها. مين؟ مش عارفه. الجردل الجردل ينزل عليك. يلا ها بسرعه. ايوه يلا يا هنا. مين؟ مين يا هنا؟ مين؟ واحد كبير. واحد صغير واحد كبير. مين يا ترى؟ ها تخنخ ونخنخ ولا مين؟ يلا قولي بسرعه. للاسف الوقت خلص وهنا ما عرفتش مين هما. احب اوريهم لك. مين دول؟ توم جيري. هي كانت الإجابة الصحيحة، وبكده تبقى هنا كسبت معانا نقطة وخسرت نقطة. هنشوف. أهي حاجة سهلة وجميلة. حاجة بتحبي تاكليها، تاكلي حاجة منها. اه ايه بقى هي؟ حاجة بتحبي تاكليها قوي. ولا الجاموسة؟ الخروف. الخروف ولا الجاموسة؟ البوز بتاعها. ولا ايه؟ ايه بقى هي؟ فراخ. الفريخ. إجابة غلط. ها حاولي. إيه؟ حاولي. جمل؟ انتوا بتاكلوا الجمل؟ بتاكلي الدبوس بتاع الجمل؟ ليه بتاكليه ازاي؟ ده بيطلع من دماغك ولا بيعمل ايه؟ البطة؟ البطة. بتاكلي الدبوس بتاع البطة مش البط. ها؟ ها حاولي. حاجة تانية. ها؟ طب حاولي تساعديها يلا. حاجة بتحبيها قوي. حاجة بتحبيها قوي. ايه غير الفيل؟
هتخسره. يلا بسرعة. بس ما تعملش كده. يلا أنا عارفة إن مفيش جردة ومفيش حاجة. بس الوقت هيخلص. هي حاجة أنت قلتيها. لو مفيش جردة. هي حاجة أنت قلتيها. لا هي حاجة تانية. والله؟ ها؟ هتشوفي الصورة. هي حاجة باكلها يعني بحبها. أنا هقول لك أقربها لك. حاجة بتصحي الناس الصبح تبقى إيه؟ اديك اديك اجابه صحيحه. برافو. وبعد مساعده مني مش من مامة هنا، انا اللي قلت لها الاجابه وقربتها لها بكل تواضع وبساطه. وبكده يبقى هم كسبوا معانا نقطتين وخسروا نقطه. ودلوقتي مع التحدي الاخير، تحدي النيو لوك. هنشوف يا ترى هنا هتقدر تعمل نيو لوك لمامتها داليا ويبقى حلو ومظبوط، ولا هتعك الدنيا. ده اللي هنعرفه دلوقتي. هنا عمرك حطيتي لماما ميك اب يا هنا؟ لا. تحبي تحطي لماما ميك اب يا هنا؟ ايش نفسها؟ ايه نفسها؟ ما انا عارفه انا اللي احط لنفسي. انا بعرف احط لنفسي. لا بس ما فيش لا ليه. حطي لنفسك وحطي لماما. ده نيلوك ليكم انتوا الاثنين. اوكي حظي حظي انفخ بقى كده عشان اعرف. انفخ بقى ايه ده؟ انفخ بقى ايه ده؟ لا لازم تسمعي كلام الميك اب ارتست بتاعتك. اوكي. ايوه لا عادي. ادعك بقى بيدي؟ لا ماشي عايزه بايديك. هو في برضه يدوب ان يبقى بالايدين. حلو جميل حلو. حطي الخدتين. الخدتين طب والله شاطر. يلا ايه كده؟ اه طب طبي بقى على الوش كله. على القوره بقى كده. ده تبع وشي برضه موجود. حطي تحبي لون ايه؟ شوفي حاجه لايقه على اللبس ايه. شاطره يا هنا. انت بتحطي الرجاجو بالطول يا هنا؟ وبقى في رجاجو برضه في القوره؟ برضه ده جديد اهي. كمادي يعني. ايه؟ طب والله بتحط لك وشاطره. هتحطي انت ميك اب يا هنا ولا خلاص كفايه؟ انا؟ اه تحب احط لك انا؟ مش تسيبيني؟ ايوه عادي. متاكده؟ اه مفيش بيت. خلاص؟ انا احب قوي اشوف نفسي في المرايه. التجربه دي ايه؟ لا مش هتشوفي، هي مفاجاه. انتوا الاثنين هتشوفوا نفسكم في البتاع مفاجاه. اوكي زي ما احنا شايفين كده ببتدي افرد الفونديشن بتاعي. هنا انت مبسوطه؟ مبسوطه مبسوطه انا بحط لك ميك اب. انا جايبه لكم الميك اب الشخصي بتاعي، فدي درجات بشرتي. عملت لها نيو لوك فعلا. احب اجيبه كده من بره لجوه. ده تكنيك جديد، ده اسمه الكونتور اللي بيخلي الوش زي الحنطور. تروحوا تقعدوا تدفعوا فلوس بقى في الكلام ده ويقعدوا يرسموا لكم نمره على وشكم. طب ما تيجوا لطنط شوشو. تحبوا مين فيكم يشوف نفسه الاول؟ انا. لا يبقى ماما. اوكي. ولا انت الاول؟ انا. انت؟ اوكي خلاص. انا شايف نفسي. مستعده؟ مستعده. 1 2 3 ايه ده؟ ايه رايك؟ عاجبك الميك اب بتاعي؟ شكله عفريته جدا. جدا ولا قوي خالص؟ جدا جدا والله. ايه اكتر حاجه عاجباكي وايه اكتر حاجه مش عاجباكي؟ العيش عجبني بس جاي على الخد هنا كده بقى. اه والروج عجبني بس مش شرفتينه. نوري ماما بقى شكلها؟ اه. ها؟ يلا. شكل ماما احلى والله. يلا ودلوقتي دورك يا مدام داليا، اتفضلي. ايه رايك؟ كده شايفه؟ لا والله يعني الحمد لله. شفتي؟ يعني ايوه مش بقول لك. لا انا كنت متوقعه اكتر. لا من كده. والله حلو بغض النظر يعني عن اللي جه في الطرحه. مش معلش كانها منقطه عادي. اه عادي خالص يعني مفيش اي مشكله. ممكن نعمله كده بالمنديل. ايوه مفيش اي مشكله. فيبوظ اكتر كده زي ما احنا شايفين. اه عادي. بصي واخد من لوني اللي اه بالظبط. قولي لنا رايك في الميك اب وايه اكتر حاجه عملتها لك هنا عجبتك وايه اكتر حاجه ما عجبتكيش؟ اكتر حاجه عجبتني الروج بصراحه. اه والاي شادو جميله. اختارت لونه حلو جدا. حلو. والاي شادو بصراحه لونه حلو جدا. يعني كله حلو. تمام كله تمام بصراحه. بجد؟ يعني انا اصلا مش بحط ميك اب اصلا. آه. فهي يعني عملت لي جددت لك. اه اه يعني اوكي اهم حاجه الرضا. اه الحمد لله الانسان ما دام راضي كل حاجه هتعدي. الحمد لله والله. يلا ايه ده مين دي؟ انا كنت نسيتك يا بنت. طيب قولي لنا تدي هنا كام من 10 على النيو لوك اللي هي عملته لي؟ لا دي 10 من 10 يعني. 10 من 10. لا لا انا متمكنه. امي يا جماعه مضحيه. لا انا متمكنه. ام مضحيه. وانت يا هنا تدينا كام من 10 على النيو لوك اللي عملناه لي؟ يعني ايه ميك؟ يعني ايه؟ على الميك اب. على الميك اب.
لا كم من 10 على الميك اب اللي احنا عملناه لك؟ درجات. مش عارفه ايه درجات كام يعني؟ يعني انه حلو ولا وحش ولا نص نص؟ نص نص. نص نص؟ باليأس ده؟ يعني كم من 10؟ السهل. ايوه 6 من 10. 6 من 10؟ طب والله درجه حلوه يعني، في امل مننا. ها عديتي الخمسه من 10 تبقي ناجحه. بالظبط. انا عايز اسالك سؤال شخصي، لو جيتي رايحه فرح يا هنا، تفتكري انك ممكن تجي لي احط لك ميك اب ولا مش هتتمني تكرري التجربه دي تاني؟ لا اجي طبعا، بس مش عايزاه يشوفك كده طبعا.